احكي لي. بس يا سيدي كنت هحاوله في وشه لونه مع صاحبته، يعني اضربه قدام صاحبته. تاخد طاجر؟ لا لا انا معايا من ده. يا ابني انت مش كبرت على البطاطس العاديه دي؟ مش فاهم. احنا مش قلنا ما نتكلمش واحنا بناكل؟ يعني المفروض مش كفايه ان انا ساكته على اوضتك اللي ما بتتفضلش؟ تايجر اكبر وسيطر.